كثيرة هي الافتراءات على نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. وفي التراث البكري خزائن من هذه الافتراءات، وتلك الخزائن هي التي يأخذ منها كل أعداء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله للإساءة إليه ولتشويه سمعته. من أولئك هؤلاء الحاقدون الذين قاموا في الآونة الأخيرة بإنتاج هذا الفيلم الساقط، إنهم اعتمدوا في إنتاجه على ما في التراث البكري من افتراءات على نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. التراث البكري مشكلتنا معه هي هذه، أنه يحوي كثيراً من الأحاديث المختلقة الموضوعة التي تحط من مقام النبي الأقدس صلى الله عليه وآله. ومشكلتنا مع أتباع هذه الطائفة البكرية هي هذه، أنهم ما زالوا إلى اليوم مصرين على صدق هذه الأحاديث وصحتها. لماذا يصرون هذا الإصرار العجيب؟ لأنهم يجدون هذه الأحاديث مروية عن كبارهم، وعلى رأس هؤلاء الكبار عائشة الخائنة زاد الله وضاعف عذابها. عائشة كما في صحيح البخاري وغيره هي التي جاءت بهذه الأحاديث، ولا يتمكن أبناؤها من أن يخدشوا في هذه الأحاديث ما دامت رويت عنها بأسناد صحيحة. يقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وكلهم ثقات عن عائشة، لا يسعهم تكذيب أولئك الثقات من جهة، ولا يسعهم تكذيب عائشة والاعتراف بأنها كاذبة كما يقول المسلمون أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فيغضون الطرف عما في هذه الأحاديث من حط لمقام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وإساءة إليه، فيروجونها ويصرون ويعاندون ويكابرون في صحتها. يأتي اليهود والنصارى والملحدون وأضرابهم من الحاقدين على رسول الرحمة، فيستمدون مادة الإساءة من تلك الأحاديث ويرسمون كاريكاتيرا طبقا لها، ينتجون فيلما طبقا لها. نقول لأهل الخلاف اتركوا هذا، نزهوا نبينا صلى الله عليه وآله عن هذه الأكاذيب حتى لا يتمكن العدو من أن يستغل هذه الأحاديث للإساءة إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فيكابر البكري. يقول لا، أتريد مني أن أقول أن أم المؤمنين عائشة كاذبة؟ ماذا يروج اليهود والنصارى اليوم، وعلى الأخص هذه الفئة من النصارى
الحاقدة على النبي صلى الله عليه وآله ماذا يروجون؟ من جملة ما يروجونه مما اعتمدوا عليه في هذا الفيلم الساقط أن نبيكم هذا نبي كذاب والعياذ بالله، كان يتوهم أحسن الظن به، كان يتوهم أنه يأتيه ملك من السماء، إنما كان شيطانا. هذا الرأي الذي كان يأتيه ويراه كان شيطانا يوحي إليه ولم يكن ملكا. حين تسألهم ما الدليل على ذلك يقولون الدليل صحيح البخاري عن عائشة. أيعقل أن نبيا يشك في نبوته حين يأتيه خبر السماء، حين يأتيه الملك، حين يأتيه إسرائيل عليه السلام، يشك في أن هذه رسالة السماء له أم لا؟ الشاك في نبوته ليس نبيا. المسألة واضحة. الذي يتردد في أن هذا الذي يراه ويقول له إن الله أوحى إليك هل هذا ملك من السماء أم شيطان من الشياطين، هذا الذي يتردد مثل هذا التردد لا يكون نبيا. لا نبي يوحى إليه فيتردد ويشك ويضطر إلى أن يسأل قسيسا نصرانيا عن تصديقه. شخص تأتيه النبوة برعب بخوف، يأتيه هذا يأتيه ثلاثة ملك الله لعبد من عباده حتى ينبئه ويبعثه رحمة للناس، يرسله بالرحمة أم يرسله بالرعب والنقمة؟ إذا كان ملكا من السماء حقا فإنه يأتي برحمة إلى ذلك المصطفى من عباد الله، إلى ذلك الذي اجتباه الله عز وجل، يأتيه برحمة، لا يأتيه بعنف، لا يأتيه برعب. أنتم أيها المسلمون، أنا أتحدث الآن بلسان النصراني الحاقد، أنتم أيها المسلمون تعترفون في صحيحكم صحيح البخاري الذي تقولون أنه أصح الكتاب بعد كتاب الله، وعن أمكم عائشة التي تصفونها بأنها صديقة بنت صديق مبرأة من فوق سبع سماوات، أنتم تعترفون وتقرون بأن جبرائيل حسب زعمكم لما جاء لنبيكم جاءه بمنتهى الرعب والخشونة إلى درجة ثلاث مرات يخنقك. رواية عائشة في البخاري ارجع إليها، ذكرنا نصها وذكرنا رقم الحديث والمجلد والصفحة في المحاضرات السابقة. شنو تقول عائشة؟ تقول النبي كان يتعبد أو غار حراء، وإذا فجأة يظهر له جبرائيل، وطبعا ما يعرف أولا أنه جبرائيل فيرتعد خوفا، يأتيه هذا هم جبرائيل بكل عنف يقول له اقرأ، فيقول ماذا؟ ما أنا بقارئ.
من أكاذيب عائشة التي بيناها الأسبوع الماضي. النبي ما قال ما أنا بقارئ، ماكو هالشي حكي أبدا. فالنبي لما يقول ما أنا بقارئ، ماذا في رواية عائشة تكذب على النبي، تقول النبي قال لي إن جبرائيل غطني حتى بلغ مني الجهد. غطني يعني خنقني، عصر حلقي هالشكل سوى. ليش تقول ما أنا بقارئ؟ راح قام خنقه أول مرة، بعدين تركه، يقول غطني حتى بلغ مني الجهد، كدت أموت بعدين تركني. فقال لي مرة أخرى اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، ما أعرف، أنا أمي جاهل ما أعرف، حسب زعم عائشة. حاشا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان يعرف القراءة والكتابة كما يقول الإمام الجواد عليه السلام بسبعين لغة، مو بس اللغة العربية. شنو أصلا النبي أمي جاهل؟ شنو هالحكي؟ فالمرة الثانية يقول له اقرأ، يقول ما أنا بقارئ، فللمرة الثانية يقول غطني حتى بلغ مني الجهد، مرة ثانية خنقني حتى بلغ مني الجهد فتركني، كدت أموت. هاي المرة الثانية نفس الشيء. زين، بعد ذلك قال اقرأ، فقلت هما أنا بقارئ، ثلاث مرات، فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم تركني. طيب شنو هذا يعني؟ شنو معنى أن الله عز وجل يرسل ملكا من الملائكة هالشكل يعذب هذا النبي هالشكل، يقوم يخنقه؟ شنو رايح يبلغ؟ أنه أنت مبعوث من الله، أم رايح يبلغ والعياذ بالله أنه أنت مسخوط عليك من الله اللي لازم تختنق ثلاث مرات؟ أهكذا تكون مراسيم النبوة؟ لما الله يريد أن ينبئ أحدا، يصطفي أحدا، يبعث أحدا، هكذا يبعثه؟ أعداء الإسلام يقولون هذا دليل على أن هذا الذي جاء نبيكم كان شيطانا، لأنه هذه الصفة من الخشونة من الرعب، هذه صفة الشياطين. زين، وبعدين يقولون هذا حسب رواية عائشة أيضا في البخاري، قال لها أنه لما جاءني جبرائيل وثلاث مرات هكذا صنع، المرة الرابعة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخره، فنزل من الجبل. إلى الآن النبي ما عارف ترش الموضوع، منو هذا وشنو القضية وشنو اقرأ وبعدين اقرأ باسم ربك الذي خلق وشنو القضية، ما فاهم هو إلى الآن. نزل من الجبل وهو يرتعد خوفا، خوف مرتعب، ما يعرف شو الموضوع، وراح إلى خديجة عليه السلام قال لها زملوني زملوني، يعني دثروني غطوني، ده يرجف من الخوف فيشعر ببرودة فيحتاج إلى تغطية، يحتاج إلى حرارة. تقول له شنو موضوعك؟ يقول لها ما أدري أنا شنو هذا أصابني، شنو صار، ما أدري منو هذا اللي ظهر لي، ما أدري، مسني طائف من الجن، شنو القضية، هل أنا مسحور، هل أنا كذا. وهي عايشة طبعا تقول، تعترف بعدين أنه النبي كان مسحور، كان مسحور النبي. فتقول له خديجة أنا عندي الحل، تريد تعرف هذه رسالة السماء أم رسالة الشياطين، هذا الذي جاءك ملك من الملائكة أو شيطان من الشياطين، تعال أوديك إلى ابن عمي ورقة ابن نوفل، واحد قسيس نصراني كان، قرأ الكتب السالفة. فهذا يروح النبي، شوف يعني شوف الحالة، النبي وما يعرف شنو موضوعه، يروح لواحد عادي، إنسان عادي، يسأله، يقول له ترى أنا هالشكل جاءني وهالشكل قال لي وهالشكل قلت له، فذاك يطمئنه، يقول له لا ترى لا تخاف، أنت نبي يعني، تأكد أنك نبي يعني. هاي رواية عائشة. وبعدين تصير مشكلة، ثلاثة أيام ما يأتي، يحتبس عنه الوحي.
فهذا النبي يروح حتى يريد ينتحر ثلاث مرات، يروح أعلى الجبل يريد ينتحر، يرمي بنفسه من شاهق، ففي آخر لحظة يظهر لجبرائيل يرده. وهل أكاذي؟ هذا موجود بصحيح البخاري، واقعا الذي يقرأ صحيح البخاري واقعا يشك في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ليست مراسم النبوة، هذه ليست صفة الأنبياء، هذه ليست صفة الملائكة، واضح. أنبي يشك في نبوته؟ هل بلغكم عن أحد من الأنبياء موسى عليه السلام مثلا لما آنس نارا وراح وصار له كلام من الله عز وجل شك في النبوة، شك في نبوة نفسه؟ عيسى عليه السلام هكذا، إبراهيم هكذا، كل الأنبياء عرفنا تاريخهم، البشرية كلها تعرف. لما يبعث أي نبي يكون في كامل الاطمئنان والاستقرار واليقين، إذا ما يكون عنده يقين فليس نبيا. من هو هذا النبي الذي يذهب ليسأل رجلا عاديا، يسأله أأنا نبي أم لا؟ يعني ذاك لو ما مفتهم قايل له لا أنت مو نبي، كان شلون الحال الآن تصير؟ الحمد لله كان أكو ورقة ابن نوفة على اعتقاد المخالفين، وإلا كان تورطنا، كان النبي ترك النبوة وراح الإسلام ولا قرآن ولا دين. ورقة ابن نوفل ترى أنقذنا رضي الله عنه وأرضاه. مهزلة.